بس دي شيلة كبيرة قوي، أنا مكنتش عاملة حسابي على كده. يعني هتقدري تشيلي ولا تقيل عليكي؟ بتهيألي إنها لو تقيلة عليا ما كنتش فرجتني عليها، مش كده؟ كده. الصراحة إن أنا من ساعة ما شفتك وأنا عرفت إيه اللي على مقاسك وإيه اللي مش سكتك. الله، وكمان عارف اللي على مقاسي؟ ده أنت عينك عليا من زمان قوي بقى. من ساعة ما شفتك عندي بدير الله يرحمه، وأنا آمنت إن في يوم من الأيام هيحصل بينا وبين بعض شغل. شوفي بقى البني آدم ونصيبه. وعلى فكرة كل حاجة بتبقى مكتوبة على الجبين. والله النصيب. سيبيها دلوقتي وروحي نامي، أنت تعبتي. يلا. بنقول على الجبين، ويا ترى بقى كان مكتوب على جبينك ان انت هتشيلني عقود بخمسين مليون؟ خمس؟ شوفي انا ما احبش في حياتي قد الست القنوعه، اصلها بتبقى عمله نادره قوي، ما تتدهنش بالدهن. قصدك ايه؟ قصدي ان في صفر حنين جنب الخمسين ما خدتش بالك منه. 500 مليون؟ ها؟ 500 مليون؟ 50 مليون بيهم شوية رمل وسلط وشوية عمارات، إنما بقى اللي معاه الشايب تخليه للآخر، وفي الأخير إيه؟ ربه كريم. أوعى بس تقول على نفسك شايب، ده أنت في عز شبابك. بس مول إيه ده اللي ب 500 مليون؟ مدينة، مدينة كاملة واسعة أوي، الناس تجيها 100 مرة وما يجيبوش آخرها. بس أنا معيش سيولة لكل ده. وأنا أنا رحت فين؟ مش هو ده اتفقنا؟ أصدرك مكاني في حاجة وتصدريني مكانك في حاجة، مش ده برضو اللي كان بينك وبين الكومي؟ وأنا إيه والكومي إيه؟ لا يا حبيبي، الكومي ده جوزي، يعني في بينا ورق وعقود وتوكيل رسمي، يعني روحه في ايدي. انا روحي تحت امرك، بس انتي قولي اه. بس على ايه؟ ان انتي تسيبك من الكومي ونكمل مع بعض. هو في كده؟ اه في كده، وابو كده، وامي كده، وكل كده. ايه انت ايه دخلتينا ازاي؟ انت روح السباحه؟ ايوه انا روح السباحه. هتوه؟ هتوه ايه؟ في ايه؟ هتقولنا دي كمان مش حكايتها يا معلم. هتقولنا دي ايه؟ اوعى ايدك ما تمسكنيش. هتوه يا نوح. يا سيدي بجد بقول لك ما تمسكنيش، انا جايه. في ايه؟ في ايه حضرتك؟ الله ما تقلقيش. معلش يا رو، بس تحملي يا حبيبتي، كلنا مقدرين اللي انت فيه وعارفين انه صعب. صعب؟ اللي انا فيه ده ملوش اي وصف يا ليلى. ليكي حق، بس برضو عايزه افكرك انك قد الموقف مش اصغر منه. انا الكام يوم اللي قضيتهم هنا خلوني احس ان انا ضعيفه، ضعيفه قوي. انت مش ضعيفه، اوعي اسمعك تقولي كده تاني. انت لما اخترتي تقربي من عيش الدبابير كان اختيارك لوحدك، كنت فاهمه كويس انهم لو عرفوا مش هيرحموكي، كنت متحمله القرار ده ونتايجه. بس مش بالشكل ده يا ليلى، العقاب اكبر بكتير من الغلطه اللي انا عملتها. ليه بتسمي اللي عملتيه ده غلط؟ انت ما غلطتيش، انت بتدوري على حقك، حق رضا اللي اختفى من وسطينا بدون سبب او جريمه عملها. لو غلط اننا ندور عليه ونلاقيه يبقى اختفائه بتسميه ايه؟ انا تعبانه، تعبانه قوي يا ليلى، حاسه بعد كل اللي بيحصل لي ده ولسه هيحصل لي اني مش هوصل لحاجه. انا فعلا ما وصلتش لحاجه، واقفه محلك سر. رضا فضل يدور على الحقيقة الضايعة لغاية ما ضاع وراها، زي مغناطيس بيشد كل حد بيقرب منه، وبدأ يشدني أنا كمان. خلاص بضيع يا ليلى، خلاص. ما تقوليش كده، إحنا كلنا معاكي. ده حتى أشرف جالي وحكالي على اللي حصل، هو بس عايزك تقابليه وتديله فرصة إنه يساعدك ويقف جنبك. أنا
لا لا، كل حد بيقف جنبي بيتأذي، وانا لسه بحب اشرف ومش عاوزه يجرى له اي حاجه بسببي. وانتي كمان ما تجيش هنا تاني، وما تجيش تشوفيني لو سمحتي، وبعدي خالص. بلاش نبقى عمالين نجر بعض واحد ورا التاني، بلاش يا ليلى. طب خلاص يا حبيبتي، خلاص خلاص ارجوكي. يا ست الكل، الراجل شكله مش صحفي ارزقي، يعني برامج وحركات. شوفيه انت بس الاول. وانا مستنيه برامج وحركات يا عفش. انت هو ده اللي واقف هناك؟ هو ده؟ هو ده. اموت انا في الجرايد. يا لهوي. مساء الخير. مساء النور. الف مبروك على الفيلم، شكله هيكسر الدنيا. شكلكم مختلف عن التلفزيون كتير بس احلى. ميرسي، ده من ذوقك بس. طارق الشورى من الامن القومي. امن قومي؟ امال الواد المنيل على عينه قال لي خير يا باشا؟ بس انا فيلمي كله هلس ومسخره، يعني مفيهوش حاجه كده ولا كده. لا بقى، انا مش جاي عشان كده. امال عشان ايه؟ انا جاي بخصوص نوح السباعي. هو مشرف عندنا دلوقتي في النيابه، وشكله كده هيورطك معاه في مشكله. نوح في النيابه وهيورطني؟ انا مش فاهمه حاجه يا باشا، ما ترسيني على الحوار. انا قافله تليفوني من الصبح وفاصله عن الدنيا كلها. ماشي يا ست، انا فاهمك. نوح السباعي مشرف في النيابه بقاله ساعتين، متهم بالاتجار في المواد المشعه. مواد مشعه؟ وده من ايه ان شاء الله؟ المواد المشعه محظور استخدامها غير في جهات معينه في الدوله. ما اخبيش عليكي، من فتره جالنا بلاغ ان المعامل بتاعك وستار للتجاره دي، بس بعد التحريات لقينا ان مفيش اي حاجه وكل شيء ماشي مظبوط، فاعتبرنا البلاغ ده كايدي وتحفظنا عليه. كايدي؟ نهار اسود، كل ده يحصل من ورانا واحنا نايمين على ودنا؟ لغايه ما لقينا عينه مشعه مع حد. بعد ما كشفنا عليها لقينا ان هي طلعت من المعامل بتاعكم، فاتقبض على نوح السباعي. طب يا باشا، بس يعني هو حضرتك يعني جايه تطمن ولا تطمني ولا جايه تاخدني انس جنبه ولا ايه؟ لا انا للاسف جاي عشان اخليكي تانسي مكانه. نعم؟ ان شاء الله. ما دي التوريطه اللي جوزك وراتك فيها. نوح انكر ملكيته المعامل، واللي انت مسؤول عن كل حاجه من اول الملكيه لحد الاداره. عرفتي انا هنا ليه؟ لو سمحت اتفضلي معايا. اتفضل على فين يا باشا؟ ما انت قبله لازم تعرف. طقم المعامل ده كله عبرق وبس، ولا انا كنت بلبس بلاطي، ولا ليا في سكر صايم ولا فاضي. وقال الضرايب وابصر ايه وخبيهم في قلبك يا علا. قلنا ماشي، انما يورطني ويحطهم على راسي، ده شعري ده يبقى على ذكر ولا يكون على رقاصه. طب انت عندك اللي يثبت ده؟ طبعا، ورقه واخداها عليه. وقت ما يحصل حاجه كده ولا كده، الحرامي هو اللي يلبس. طب كويس، ما تيجي بقى نكمل كلامنا في المكتب. طب ما استنى بس نعدي على المحامي، اجيب الورقه من عنده واجي معاك على طول. واحنا ماشيين هنعدي على المحامي. طيب هجيب شنطتي واجي. انت عزاف، هات شنطتي. يعني ما بتنكرش يا سيد نوح؟ وهنكر ليه سعادتك؟ العينات فعلا خرجت من المعامل بتاعتنا، زي المحامي ما قال لسعادتك، من فرع المنيال كمان. ولازم سعاده الباشا يتم التحقيق الداخلي في الفرع ده للوصول للي عمل كده. جرامتر، انت ناسي ان الموضوع بقى في ايدين النيابه العامه ولا ايه؟ انا اسفين يا باشا. لا مش ناسيين طبعا، بس المعامل بتاعتنا يعني تحت امر سعادتك، عايز تفتش في اي وقت اهلا وسهلا. احنا ورقنا سليم بالصلاه على النبي. وسعادتك دي تصاريح هيئه الاشعاع والطاقه الذريه، الجهه الوحيده المنوط بيها السماح لينا باستيراد المواد ذات الخاصيه الاشعاعيه لاستخدامها في الاغراض الطبيه. اتفضل سعاده الباشا. في سعادتك برضه تاريخ دخول الشحنه مصر وتاريخ استلام لجنه المعامل ليها. يبقى تفسر بايه خروجها من المعامل؟ لا سعادتك، هي ما خرجتش كويس، عينها بس هي اللي خرجت. وممكن ده يكون خير، او يمكن ده يعرفنا ان في ناس حراميه من جوه بيخرجوا الحاجات دي لحسابهم. يعني تقصد لحساب علي الميري؟ لا بعد اذن سعادتك، أنا لا أعرف حد اسمه علي الميري ولا علي الملكي. بس أنت صاحب المعامل اللي تم تسريب العينة منها. بيزنس سعادتك، عامل بيزنس للجماعة. المدام ما تاخذنيش يعني، أصل أنا لقيت شغلانة الأمراض دي ماشية يعني وعلى قفا من يجي، قلت إن ما أنا نستثمر فيها شوية. وسعادتك دي أوراق ملكية السيدة علا عربي لسلسلة معامل دلتا زوجة الشيخ نوح. موكلي مجرد ممول فقط لا غير. بعدين افرض سعادتك ان هي عملت حادثه بعربيه انا مشتريها لها بحر مالي،
أقوم أنا أتحبس ولا إيه أحكم؟ كويس إن علي الزفت ده بلغنا باللي حصل وخلاك توضب الورقتين اللي معاك دول. آه بس رئيس النيابة غتت، عارف إن مصمم يجيب رجلك برضه يا شيخ. يضرب دماغه في الحيط. المهم دلوقتي عندي حاجتين، عولت في الطمع الليلة كلها، ولو ساعد عليك شغل العوالم تهرسها قرصة صح. والحاجة التانية يا شيخ؟ تعرف لي مين السبب في العك اللي بيحصل لنا ده كله، مفهوم؟ مفهوم يا شيخ نوح. أول ما تخلص تكلمني. بقول لك إيه؟ يا مدام فريال فين دلوقتي؟ استني عندك، راحة فين؟ طالعة أوضتي. يا سلام، وكل اللي حصل ده هيعدي بالسهولة دي؟ وأنا جايبك من نادي ولا من عند صاحبتك؟ أنا مستأنك من الاسم يا مدام. ها اللي بعده. كنت بتعملي إيه عند نوح؟ هو أنت مش قريت المحضر بنفسك والظابط قالك إن هو جايبني من حضنه؟ عايز إيه تاني بقى؟ صدق اللي تصدقه، ومش بعيد بكرة تلاقي الجرايد كاتبة ولا نازل سيديهات لي أنا وهو كمان، وبقف معاه. ما هو أنت كده ودني، كلمة بتوديك وكلمة بتجيبك. كلمة؟ كل اللي حصل ده بتسميه كلمة؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ سيب إيدي دلوقتي. بس عرفت أنت كنت عايزاني أشاركه ليه؟ أفرش لك السكة عشان توصلي اللي في دماغك كسافلة. أنت هتضربني يا رحمك؟ وحياة أمي لا دفعك تمن القلم ده غالي قوي. طب ما تحلفي بحياة حاجة نظيفة يا عيلة واطية. العيلة قال. بس أنا اللي غلطان، اللي تجيلي من ورا جوزها الأولاني تعرض عليا خدماتها، لازم اكيد تعمل كده في اللي بعده واللي بعده. انت نسيت انت كسبت من ورايا قد ايه؟ انتي؟ امال مين يا عينيا؟ اوعى تكون نسيت نفسك يا حبيبي. انت كنت مجرد شوال فلوس، كل يوم بيخسر اكتر من اليوم اللي قبله. كانوا بيحطوك في وش المدفع زي الاهبل ويكسبوا من وراك قد كده وانت تلبس. مين اللي كان بيقول لك تحط فلوسك فين وتشيلها من ايه؟ مش انا؟ مين اللي كان بيجيب لك معلومات عن البورصه اللي خليتك بني ادم وسط الناس؟ مش انا برضه؟ انت بتقولي ايه يا عشره؟ اللي سمعته يا حبيبي. ما تنساش نفسك يا كومي، انا يوم ما هسيبك هترجع شحات، يا اما هتبقى مرمي على ذمه اي قضيه. القضايا دي اللي زيك. اسمعي، بره. انت البيت ده مالكيش فيه ولا جزمه. بره. هتندم يا كومي. ارجعي لسكك اللي جيتي منها. يا زنبي، انت كنت راجل نيابه قديم وعارف ان انا ما اقدرش اتعامل بره حدود الادله اللي تحت ايدي. انا عارف، لكن القبض على ربا وسرقه السيديهات بعد ذكرها في المحضر اكبر دليل ان في حاجه غلط. ده ملوش غير معنى واحد يا شريف بيه، انها بتتعاقب على معلومات تعرفها. فلف اقولها القضيه وزرعوا ادله اتهام جديده ملفقه هي كمان. جايز عندك حق في مساله اختفاء السيديهات، لكن خليك فاكر ان الطريقه اللي تمت بيها التسجيلات على السيديهات طريقه غير مشروعه، يعني حتى لو فيها دليل براءتها لا يمكن هيعتد بيها قدام المحكمه. مفهوم طبعا يا شريف بيه، مفهوم. بس اللي عايز اوصله لسعادتك، في حاجه مريبه في القضيه ولازم التعامل معاها يبقى على الاساس ده. كل اللي عندي دلوقتي يا زنبي ان المهندسه ربا حلمي متهمه والادله صحيحه الى ان يثبت العكس. انا مقدر حيادك جدا، بس المساله بدات تاخد شكل تاني. مساومة وضغط من جانبهم بيعكس إصرارهم على إنهم لازم يخلصوا من القضية في أسرع وقت ويحملوها القضية لوحدها، والبنت طبعاً مش حمل كده أبداً. قول لي أقدر أساعدك إزاي يا زنبي؟ أنا هقدم طلب لسعادتك بنقلها لمستشفى أميري تحت الحراسة نظراً لظروفها الصحية الحرجة، وبطلب تأشيرة بالموافقة عليها. ما عنديش مانع. أنت بتقول إيه؟ بقول لك طردني يا نوح، طردني. لا طبعا مش هينفع اجيلك، انا عند ماما. لا ما تبعتليش عربيه، ما ينفعش. ما اعرفش. لا طبعا مش عارفه افكر. هكلمك تاني. ما تقعد يا جمال يا حبيبي، البيت بيتك طبعا. ما هو مولد واللي عايز يشمت يتفضل.
اصل الدبيحه لما بتقع سكاكينها بتكتر. انا مش جاي عشان اشمت فيكي. اه في الاول والاخر برضه انتي ام ابني. والله امال جاي لي ان شاء الله؟ جاي عشان اشوف الكلام اللي في الجرايد ده صح ولا غلط. عشان لو غلط احاول اقدر اساعدك واجيب لك حقك. متشكرين يا سيدنا. اريحك، كل اللي في الجرايد ده صح. اريحك اكتر، اللي في الجرايد ده صح واكتر منه شويه كمان. انا كنت مرافقه على جوزي، يعني مدوراها على الاخر. اطمنت؟ اطمن فيا غبيه؟ ده انا جاي بقول لك انت ام ابني. والسمعه اللي هتطلع عليك هتفضل لازقه فيه طول عمره. سمعتك سابقه يا حبيبي، بلاش نعاير بعض. انا لا جاي عشان اعايرك ولا تفرق معايا. قال لي افرق معايا الواد وبس. افتكر كده ان الواد ده بكره هيكبر ويبقى راجل. تحب الناس تعايره بامه؟ تقول امك راحت امك جت وتجيبوا سيرتك قدامه ليل نهار؟ نصيبه كده. انا عايزه اجيب لك من الاخر. خلي الواد يتبرى مني. اقول لك على احلى منها؟ خليه يتبرى مننا احنا الاثنين. عارف ليه؟ عشان احنا ما نستاهلوش. يا ريته كان مات في بطني بدل ما يشيل وسختنا احنا الجوز. مات؟ انت مفيش فايده فيكي. انت واحده مش عايزه تبقى نظيفه. لكن انا بحاول ابقى نظيف. كل اللي بيحصل لي ده عشان بحاول انظف، بحاول اتغير عشان الواد ده. لكن انت حجتك ايه؟ بعت كل حاجه وجريتي، سبت الدنيا اللي انا عملتها لك. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الحقد والانانيه اللي مالوا قلبك، اللي خلوكي مش شايفه حاجه غير الفلوس وبس. انت مبسوطه دلوقتي؟ يفرق اللي انت السكينه سابقاكي ومش شايفه غير روحك وبس. الواد بكره هيكبر ويشوفك في الشارع ويدور وشه عشان بستعر منك. ساعتها الفلوس هتسوى حاجه؟ اكيد لا. بقول لك ورطني يا اختي، سلمني تسليمه هالي. اه المخفي على عينه نوح الزفت. هو انا عارفه له طريق جره؟ ايوه عملوا لي استدعاء. اهلا وسهلا. اول نعمه يا مدام. مين اللي جاي موجود؟ واحد من طرف الشيخ نوح، بيقول ان اسمه استاذ جميل المحامي. طب خليه يخش. حاضر. ايوه حبيبتي، معلش هكلمك تاني. سلام دلوقتي. اتفضل. مساء الفل يا ست الكل. مساء النور يا استاذ جميل. جميل جمال ومالوش مثال يا اخويا. الشيخ بتاعك لبسهالي وبعتك دلوقتي تقرط عليها ولا ايه؟ هي ايه دي اللي هلبسها لك يا مدام؟ الهمه يا صبي الشيخ، النيابه بعتت لي شكلكوا كده هتلبسوا لي الليله كلها، ويظهر البيت بتاعك نسي ان مراته ومسؤوله منه ولا ايه؟ اهدي كده يا مدام، مفيش كلام من ده. امال انا جاي لك هنا ليه؟ ارمي في عيب برمي. الشيخ على فكره اتفاجئ زيك بالظبط وكان لازم يتصرف. ومعلش جت فيك انتي، بس احنا بتوع بعض ولا ايه يا مدام؟ واخرتها بقى يا بتوع بعض؟ اخرتها خير ان شاء الله. أنا جاي أقول لك الكلام اللي هتحفظيه وتقوليه قدام رئيس النيابة، كلمتين ورد غطاهم. وبعدين يا ست الكل أنت ناسية إن أنت معاكي ورقة ضد بتقول إن كل حاجة بتاعته، يعني مالكيش فيه. أبيض يا ورد. أنت هتجنني أنت وهو ولا إيه؟ أنت مش بعت واحد يشتغلني ويطشها مني يا نور؟ لطش إيه؟ الورقة؟ لا الحلة يا حرامي الحلة. طبعًا الورقة يا أخويا. صدق وتأمن بالله. يا راجل قول لا اله الا الله. لا اله الا الله يا سيدي. الورقه دي انا كنت هتجنن واخدها منها، بس خلاص انت قصرت عليها المشوار اهو. الورقه دي بقى كانت ممكن تشيلك الليله كلها. اه بس خلاص بقى، الورقه بقت معاك. وبعدين انا ايه وانت ايه؟ ما احنا واحد حبايب يعني. وعلى فكره انا مش زعلان من الكلمتين اللي انت قلتهم لي اخر مره، وعرض الشغل بينا وبين بعض ده ما زال قائم. قلت ايه بقى؟ تصدق بالله ولا لا الا الله؟ لا لا الا الله. هو انت صدقت نفسك ولا ايه؟ الورقه دي مش للبيع يا نوح. الورقه دي عشان انزل لك بيها، اعرفك قيمتك وحجمك، هخليك تندم على اليوم اللي طلعت لك فيه مش اكتر. اعمل اللي بيجي لي العباد ربنا.
وبعدين بتعمل كل ده ليه؟ هتاخد من وراه ده ايه يعني؟ مزاج بتسلى عليك لحد ما تدلنا على مكان المهدي. مهدي يا دي المهدي وادي شرطه، هو انا لو اعرف طريق المهدي هخبيه منك ليه؟ السؤال ده تساله لنفسك. هترد عليه كويس بقى الايام اللي جايه لما تعرف المفاجاه اللي انا محضرها لك. بس عايزك بقى تفكر كويس هتقول ايه لمسعود حجي لما يعرف ان انت السبب على جره على النيابه. طب انا مالي ومال مسعود حجي ونيابه ايه اللي انا قلتهالك؟ احنا هنقعد بقى نهرف كلمه ملوش لازمه. انا مش فضيلك يا نوح. اصبر بس. وايه اخرته الكلام اللي انت بتعمله ده؟ اخرته انا ممكن اشيلك من دماغي خالص، بس تقولي على كل اللي عايز اعرفه. ليك وعلى منصور حجي. شوف المره اللي انت شفتني فيها انا ومسعود دي كانت اول مره اشوفه، وقال لي انه مسافر عشان يقابل المهدي، بس اقسم بالله العظيم ما قال لي هيقابله فين، وقال لي كمان ان دي اول مره هيشوفه فيها وانه مش طايق يشوفه من اصلا وان الزياره دي ملهاش اي لازمه، بس لازم هو وشريكه طه يعملوا الزياره دي عشان يبقوا عمل اللي عليهم قبل ما يعملوا الخطوه التانيه. خطوه تانيه زي ايه يعني؟ دي بقى الجمله اللي انا حسيت انها وقعت وانه ندم انها طلعت. انا كمان عملت ان انا ما خدتش بالي عشان ما خوفوش منه. هو ده كل اللي حصل. ايه يا متر؟ هنشرف هنا كتير ولا ايه؟ ما خبيش عليك يا فتحي باشا، المره دي القضيه معموله لك وصايا، التحريات ومحضر الضبط والاحراس فيهم تفاصيل وشغل كتير كان بيتم. شغل كتير ايه بقى ان شاء الله؟ مراقبه التليفونات وعينات البانجو اللي اتاخدت من الارض، ده غير السلاح اللي اتلاقى من غير ترخيص، والستات والرجاله اللي اتمسكوا واتعمدتهم قضيه دعاره يعني. والاجراءات؟ اذن النيابه سليم، غير الحاجات اللي اتلاقت تلبس طبعا. تلبس؟ اه. وفين الاستاذ بتاعك؟ بعتك تترش لي الكلمتين دول وخلع ايده هو على كده ولا ايه؟ يا باشا الاستاذ سلامه بره مصر وهو اللي كلمني عشان اجي لك النهارده. اسمع يا ابني، انت لسه عيل صغير. بلغ الاستاذ بتاعك يسيب اللي في ايده ويحضر ويتصرف، ولازم يتصرف. يعمل بقى الشويتين بتوعه اللي بياخد عليهم قد كده كل مره. يا باشا مفيش يا باشا، اللي بقول لك عليه تنفذه. انا لو ما طلعتش من هنا مش هيبقى حلو للكل. بلغه كده. تمام تمام يا باشا. بلغه كمان لو بيفكر ياكلني ليهم هيزعل، وناس كتير جنب منه هتزعل. مش فتحي بوبو اللي اتعمل قنطره. سلامة يا أبا. من فضلك بقى سيبيني بقى، حرام عليك. خربانية يا بنت، ده لحد دلوقتي ما حصلش غير الأصول. واسمعي، أنت مالكيش دخول الجنة إلا برضا جوزك، وهو ما هوش داخلها إلا برضا أهلها. يبقى الأصول إيه؟ إنك تبقي مداس في رجل أهله تخدميهم. اقعدي يا بنت اقعدي. تغسلي ما بعرفش، تتعلمي ما بعرفش، والله العظيم ما بعرف. بنات البيت هيجيبوا لك خلاجاتهم دلوقتي تغسليهم زين، ولو واحدة فيهم اشتكت أنا اللي هاخد حقها منك، فاهمة؟ اغسلي. ابن الكلب ابن الكلب يا ولاد الكلب، كلكم ولاد الكلب. واقرا نفسك ليه بقى من الكلمتين اللي سمعهم لك طريقك؟ كان عنده حق وجودك على الجرح، مش كده؟ جمال طول عمره كان عنده حق. انا فعلا زي ما هو بيقول، طماعه وانانيه والسكينه سارقين. هو الوحيد اللي كان بينصحني بدنيتي وكان بيصبر عليا. كل كلمه كان بيقولها لي كنت ببقى متاكده انها في مصلحتي، بس كنت بعند بقول لا، معرفش ليه. يبقى عمرك ما حبيتيه؟ بالعكس، أنا عمري ما حبيت غيره، متأكدة إن ده أكتر واحد حبني في حياتي. كنت بصدق كل كلمة بيقولها لي، بس كان غصب عني. أيوة كان غصب عني، ما هو جالي بعد حرمان سنين، كنت كل ما أشوف حاجة فيه اتحدى بقى عايزاها. ما يقدر على القدرة إلا ربنا يا حبيبتي. عم رجائي كان بيقول كده، بس أنا كنت عايزة ساحر، وجمال مش ساحر. جمال ما كانش حالته غير قلبه وحنيته، وانا ضيعته. شكرا.
مين اللي كنت واقف معاه ده؟ دي يا ستي المفاجأة اللي أنا كنت عاملها لك. مفاجأة؟ طب اشرب اشرب، لحسن الفراولة لما بتسخن بيبقى ملهاش طعم. أنت مش كان نفسك تسافري؟ هو أنت لسه فاكر؟ طب يا فريال، على العموم أنا حجزت لك ليلتين في الغردقة، ومكتب السياحة بعت الحجز مع الراجل ده. الغردقة مرة واحدة؟ وجاي على نفسك كده ليه؟ وشركة سياحة ومندوب، كل ده عشان الغردقة؟ وبعدين ما خلتش المندوب يروح لنا على البيت ليه؟ ولا استاذ رجائي ممكن يتضايق ان احنا مسافرين مع بعض؟ هتضايق من ايه يا فريال؟ انا حتى كنت بفكر اخلي سليم يقعد معانا ونسافر انا وانت لوحدينا. انا مش رايحه الغردقه، ما بحبهاش. مالها الغردقه؟ ما كل الناس بتروحها عادي. اديك قلتها بعظمه لسانك، كل الناس بتروحها. يوم ما تيجي توديني حته توديني الغردقه؟ انا يوم ما اسافر عايزه اروح اسطنبول، اليونان، تايلاند، مش الغردقه زي كل الناس. معلش تعالي على نفسك المره دي ومشي الغردقه، والمره الجايه هديك الحته اللي انت عايزاها، بس واحده واحده. ولا واحده واحده ولا نص واحده. جمال انا بقالي قد ايه قايله لك ان انا عايزه اسافر؟ وانا كنت مشغول هعمل ايه؟ وايه الجديد يا حبيبي؟ ما انت على طول مشغول. انا بقالي شهرين بقول لك ان انا عايزه اسافر، يوم ما تيجي بقى تسفرني تحجز لي ليلتين في الغردقه؟ انا مش رايحه. لو عايز تروح ونفسك هفاك قوي على الغردقه، اتفضل خد ابنك وروح. أنا تعودت على قعدة البيت. غير ده ولما هي الحكاية كده، كنت بتتمردي ليه بقى على عيشتك ومش طايقاها؟ ندمتي دلوقتي يا فريال؟ ندمتي وعرفتي إن أنت ظلمتيه وظلمتي ابنك وظلمتي روحك كمان قبليهم؟ عرفت. هيفيد بإيه الكلام ده دلوقتي؟ حتى النصيحة مش عايزة تسمعيها. نصيحة؟ أنت مصدقة نفسك؟ نصيحة ايه؟ هو انا مين اللي خلاني كده؟ مش انتي؟ مين اللي كبرني على الحرمان؟ مش انتي برضو؟ افكرك لو ناسية؟ مين كان بيقول يا بت شوفي دي جابت فلوس منين؟ شوفي عملت ايه؟ شوفي عايشين ازاي؟ مش كل ده انتي؟ ولا نسيتي الكلام اللي كنت بتقوليه لابويا؟ دلوقتي جايه بتنصحيني؟ خليها لنفسك، خليها لنفسك يا ست الشيخ. ولا اقول لك ما بقاش فيها فايده اصلا. معاك حق، ما هو اللي يبدا عوج يتنوا طول عمره عوج. يا فندم اللي حصل معايا هو بشكل متكرر خيابه اللي اتأدب. معقول ضابط سابق زيك ومرشح لمسؤولية جهاز مهم بتوصية شخصية مني أنا يعملوا معاه كده؟ اخص يا علي اخص، البلد باظت يا علي، حقيقي البلد باظت. هو أنت ما كانش معاك كارنيه تطلعه لهم؟ طب يا أخي كنت اتصل بيا وأنت معاهم في الكمين، كنت اتوسط لك وخلصك على طول. بس هقول ايه بقى؟ هقول ايه؟ كل عمل بشري مهم وانجاز عظيم لازم يبقى فيه نسبة فشل حتى لو واحد في المليون، وده ما بيأكدش ضعفه، بالعكس ده بيثبت سلامته. وارد جدا ان يحصل فيه مشاكل بس بتتحل. وانت يا علي بقى نسبة الفشل دي يا فندم اللي حصل معايا وبشكل متكرر بيدل على ان في حد من جوه الجهاز بيعطل شغلي. واحنا مش ملايكة يا علي، احنا مش ملايكة. وجايز جدا زي ما انت بتقول كده تلاقي نفر اتنين عشرة حتى من زمايلك بيحاربوك وشايفين انك غير كفء للمكان اللي انت فيه ده. دورك بقى انك كنت تستحمل وتاخد فوق نفوخك، وفي نفس الوقت تنفذ المطلوب منك بأعلى كفاءة. أنا بطلب من سعادتك فرصة أخيرة أعالج بها الموقف، أرجوك. فرصة أخيرة، فرصة أخيرة ليك ولا ليهم؟ يا فندم اوعى تفتكر إن واحد بضعفك ده أنا هسمح لهم إن هم يكسروا أكتر من كده.
وبالتالي انت في اجازه مفتوحه يا علي، وانا كده ببقى بحميك. عارف ليه؟ عشان انت نسبه الفشل اللي بتثبت سلامه شغلنا. بعد اذن سعادتك. خلي بالك بس وتابعني بأي جديد. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. أيوه في حاجة؟ لا بس كنت بشوفك جاي على الغدا ولا لا؟ احتمال. أو أقولك مش هينفع لأني هضطر أنزل تاني بالليل. كيكي كويسة؟ أه الحمد لله. في حد من المكتب بعت معاه علبتين دوا ليها. تمام. خديهم منه. تمام. هكلمك تاني. أوكي. سلام. مع السلامة. السبت بس. تمام صح، هي 320 القاهرة. طيب هكلمك تاني.